مساء الفل، معاكم محمد يونس وفيديو جديد هنتكلم فيه بالتأكيد على الوضع والأحداث دايرة في الشارع المصري، خاصة ما بين مباراة منتخب مصر وسيراليون. هنتكلم كمان على أبرز العناوين ومن ثم التفاصيل، تصريحات مهمة جدا ونارية من أحمد سيد زيزو في المؤتمر الصحفي التابع طبعا لمباراة مصر وسيراليون. عايز أتكلم كمان على تصريحات فيتوريا، وسألوا أحد الصحفيين على الثلاث لعيبة المستبعدين أو المقاف اللي هو حصل لهم مع عملية الإيقاف. أتكلم كمان على مفاجأة النادي الأهلي لمحمد عبد المنعم. هنتكلم على مين هو حكم المباراة، الكنغولي طبعا جان جاك نيدالا، الحكم المميز اللي أنا شايفه من أفضل الحكام في أفريقيا. أتكلمك كمان إن المباراة في إريتريا مش في سيراليون طبعا لسوء أرضية ملاعب سيراليون. كمان بالنسبة لتصريحات المميز جدا فيتوريا، وقال إن منتخب سيراليون أفضل بكتير ومنظم أفضل بكتير من منتخب جيبوتي. وآخر حاجة طبعا هنتكلم فيها عمر كمال عبد الواحد والمكالمة السرية ما بين الكابتن محمود الخطيب وطبعا مدير التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر الأستاذ وليد دعبس. تعالى بقى نفنط دنيتنا ونتكلم ونحلل اخبارنا النهارده. اول حاجه اتكلم فيها طبعا على المؤتمر الصحفي اللي كان في طبعا فيتوريا مع احمد سيد زيزو، وساله يعني صحفي سؤال مباشر، صحفي مصري قال له الثلاث لعيبه المستبعدين ايه سر الاستبعاد وهم ليه مستبعدين من منتخب مصر؟ الراجل رد قاطع وقال انا هتكلم بالنسبه الفنيه ان منتخب سيراليون منتخب مميز جدا ومنظم وافضل من منتخب جيبوتي، والمباراه اصعب بكتير وعايزين جماهير مصر كلها تتكاتف حوالين المنتخب. انا مش هتكلم في اي حاجه خارجيه ملهاش علاقه بالمباراه دي حاجه. الحاجه الثانيه اتسأل وقال طريقة اللعب، هل المنتخب اسمه منتخب محمد صلاح ولا منتخب جماعي؟ كلم وقال ان منتخب محمد صلاح من افضل لعيبة في العالم، وكمان محمد صلاح لعيب مؤثر جدا وهو يعني ترمومتر الفرقة وهو اللي بيصنع الاداء المميز الهجومي في الخط الامامي، ومش عيب ان يكون عندنا لعيب بامكانيات محمد صلاح، بس احنا لعبة كرة القدم من 11 مركز ومن 11 عنصر، كل العناصر بتعتمد على بعض. عندنا نجم كبير زي محمد صلاح اكيد بنستغله في الجانب الامامي وفي الجانب الهجومي المميز جدا جدا جدا. عايز اتكلم كمان بالنسبه للرباعي المرشح لافضل لاعب داخل افريقيا، افضل لاعب في القاره، بس بالنسبه للمحليين او داخل افريقيا الاربعه مرشحين من النادي الاهلي علي معلول، كهربا، وكمان المميز جدا محمد الشناوي. يبقى علي معلول، كهربا، ومحمد الشناوي في لعيب طبعا رابع من اميز 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 اللعيبه اللي انا شايفها الفترات اللي فاتت هو بيرسي تاو. اربع لعيبه من النادي الاهلي، لعيبه كبار، لعيبه متميزين جدا. عايز اذكرك ان محمد الشناوي السنه اللي فاتت اخذ افضل لاعب في افريقيا، مش افضل حارس، افضل لاعب في افريقيا، مع الرغم ان النادي الاهلي كان خسران البطوله من الوداد المغربي في نهائي 2-0. فانت بتتكلم ان كان افضل لاعب، وده كان اعجاز اعجاز. كان دايما اي افضل لاعب داخل القاره بيجي دايما من نهائي افريقيا وبيبقى من الفريق دايما الكسبان. اربعه مميزين جدا ومهمين، ان شاء الله كل التوفيق اي حد من النادي الاهلي ان شاء الله يكون حلفه التوفيق ان شاء الله وياخد افضل لاعب في افريقيا بالنسبه للمحليين او داخل القاره. اذكركم كمان ان محمد صلاح داخل في العشر لعيبه المرشحين للافضل داخل القاره، داخل او خارج قاره افريقيا، يعني افضل لاعب في افريقيا. طبعا محمد صلاح في القائمه مع رياض محرز مع ساديو ماني، دول ابرز ثلاث لعيبه طبعا معروفين، وكان عاده هم اللي بياخدوا افضل لاعب او البالندور الافريقي. عايز اتكلم كمان حاجه مهمه جدا، حكم المباراه، حكم المباراه عارفين الكونغولي حكم قبل كده مباراه النادي الاهلي وصن داونز طبعا كان في بطوله افريقيا الموسم اللي فاتت، اللي النادي الموسم اللي فات اللي النادي الاهلي خسر منها، خسر فيها 5، كانت مباراه صعبه جدا، محكم مميز جدا جان جاك طبعا نادالا الحكم الكونغولي المميز، عنده طبعا 32 سنه وحكم امتاز باللياقه البدنيه والهدوء، وحكم من الحكام المتميزين جدا 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 خاصه على الصعيد البدني. دي حاجه. الحاجه الثانيه هنتكلم طبعا فيها وضع منتخبنا داخل القارة ووضع منتخبنا داخل المجموعة، عارفين ان احنا معانا جيبوتي، معانا سيراليون، معانا اثيوبيا، معانا بوركينا
طبعا فاسو معانا، طبعا غينيا بيساو ومنتخب مصر احنا في الصداره بعد ما كسبنا جيبوتي ب 6-0. عايز اقول لك ان اللي هيحسم البند الاولاني في حسم الصعود كاول مجموعه طبعا بالنسبه لو في فرقتين تساووا هي الاهداف. كويس ان احنا جبنا 6 اهداف، في حاجه كبيره حاجه مميزه. طبعا احنا عارفين ان سيراليون اتعادل مع اثيوبيا، وغينيا بيساو اتعادلت طبعا مع الفريق المميز بوركينا فاسو اللي هو اكبر او اقوى فريق هينافسنا بالنسبه للبطوله دي. عايز اتكلم كمان في حاجه مهمه جدا خاصه بالنادي الاهلي، عمر كمال عبد الواحد وسر المكالمه اللي كانت مدتها 8 دقائق او 10 دقائق ما بين الكابتن محمود الخطيب وكابتن وليد دعبس، وهي مكالمه السحر. مكالمه السحر بتقول ان احنا محتاجين عمر كمال عبد الواحد في يناير، كان يحصل جلسه ان شاء الله بكره او بعده بالكتير بالنسبه لي ادرين او المدير التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر وكابتن بيبو، ان شاء الله بكره في النادي الاهلي هتحصل جلسه بالنسبه للتفاوض، والقصه هتخلص ان شاء الله ما بين صفقتين اعاره الى نادي مودرن فيوتشر. هم 4 لعيبه هيتاخد منهم 2، 4 لعيبه محطوطين دلوقتي على الترابيزه بالنسبه لمودرن فيوتشر، وممكن نادي مودرن فيوتشر يدفع للنادي الاهلي. طب هم مين؟ اولا احمد عبد القادر، خالد عبد الفتاح، كريم نيدفيد اللاعب المميز اللاعب الكبير، صلاح محسن. 4 لعيبه اختار منهم 2. طب مين الاقرب؟ رقم 1 هيبقى احمد عبد القادر، ورقم 2 المميز جدا خالد عبد الفتاح، لان باك رايت بباك رايت، لان طبعا احنا عارفين عمر كمال بيلعب باك رايت، وكمان عمر كمان بيلعب كمان كوينج ليفت او كوينج رايت، احمد عبد القادر ممكن يعوض الوضع ده. دول الاثنين الاقرب، الاثنين الابعد طبعا هو كريم نيدفيد واللاعب المميز جدا صلاح محسن. انا شايفه مظلوم جدا في النادي الاهلي، لو اخذ فرصته هيكسر الدنيا، لعيب كبير ولعيب مميز جدا. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله في بطوله افريقيا وفي بطوله الدوري المصري وكمان كاس مصر اللي خلاص هيبقى بين الاهلي والزمالك نهائي كاس مصر موسم 22-23 يا جماعه، ده كاس مصر بتاع السنه اللي فاتت. عايز اطلع من النادي الزمالك من نادي الاهلي واخش في نادي الزمالك. نادي الزمالك اللعيبه اللي كانت مصابه زي طبعا مصطفى شلبي، وده صعب جدا يلحق المباراه، محمود علاء هيلحق المباراه ان شاء الله، كمان المميز جدا عمر كمال عبد الواحد هيلحق مباراه ابو سليم الليبي. ابو مصطفى شلبي هو اللي صعب جدا يلحق المباراه، كان عنده طبعا يعني شرخ بسيط في وش الرجل وكان في تورم في وش رجله. يعني كل التوفيق، لعيب كويس ولعيب مميز، واتمناه فيتوريا يبص عليه يلعب في المنتخب، لان لعيب عنده حلول ولعيب من اللعيبه المتميزه جدا جدا جدا. عايز كمان يا جماعه اذكركم بالنسبه للدوري المصري وبالنسبه ليه الدوري الكونفدراليه او بطوله الكونفدراليه 25 طبعا نوفمبر مباراه ابو سليم الليبي ونادي الزمالك، وبالنسبه ليه الدوري يوم 29 مباراه مهمه جدا لنادي الزمالك طبعا مهمه جدا مع بلديه المحله. كل التوفيق لنادي الزمالك، واحلى مسا على كل المصريين اهلاويه وزملكاويه وكل الوطن العربي. انا محمد يونس، دمتم في امان الله. صالح.